تحت رعاية سمو الأميرة سناء عاصم، أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم الصماق بازارها الميلادية بحضور عدد من الآباء الكهنة ومجموعات كشفية من مختلف أنحاء المملكة. برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سناء عاصم المعظمة، نشكرها لدعمها لنا للسنة التاسعة على التوالي. ما عمرها ترددت إنها تدعمنا، تكون معنا، توقف معنا، تدعم نشاطاتنا. نشكرها وبنحكي لك سنة انتسالمة. بازارنا هاي السنة غير عن السنة الماضية. السنة الماضية إحنا كان بازارنا بهدف لتمكين المرأة ومساعدة المرأة والستات بيوت والحرف اللي يدوي لهم اللي بيعملوا. هاي السنة لا، توجهنا غير، توجهنا للحرف اليدوية، أصحاب المصنوعات المنزلية، للشباب الصغار اللي عم بيعملوا سمول بيزنسز عشان يشقوا طريقهم في السوق. فإحنا هاي السنة هدف بازارنا غير عن كل سنة.